ليلى عمراني معالجة نفسانية مختصة في العلاج المعرفي السلوكي ومختصة في العلاقات. القيم اللي تنشاركوها باش ننجحوا في حياتنا الزوجية ضرورية. شنو هما الأساسيات اللي سنقوموا بها باش نقدروا نبنيو علاقة دائمة؟ ثلاثة القيم مميزة. القيم هي الأهمية اللي سنعطيو للأفعال والأفكار والتصرفات. نعطيو قيمة اللي شنو هو إيجابي أو سلبي، مزيان أو خايب، واللي تسمحوا الناس باش يقدروا يبنيوا حياتهم على مبادئ. القيم هي جميع الأشياء اللي تجمعوا الناس وتعطيوا معنى. فالقيم هي شيء أساسي لبناء علاقة. ففلوكوب باش نعيشوا بالتناغم والشكل دائم، فخصنا نتعلموا نتصرفوا بهاد القيم ونعطيهم بلاصتهم في الحياة ديالنا. فشنو هي هاد القيم اللي تفضلوها لكوبل حاليا؟ الحاجة للأمان. الحياة الزوجية هي قبل كل شيء هي علاقة عاطفية، فخصها تكون خالية من الخيانة والكذوب وعدم الاحترام وسوء الفهم. فاختصار الناس يقلبوا على المصداقية والنية، لا بيانفيونس، لا بون انتونسيون. فالثقة تجي في القمة، وهالثقة مبنية على الولاء والإخلاص. فبزاف ديال لي كوبل بالنسبة ليهم هادو هما ضروريين في الحياة ديالهم. فبالنسبة ليهم هذا أمر أساسي باش ينجحوا في العلاقة ديالهم. فالأهم ميزات باش نتعاملوا مع الشريك ديالنا هو التعاطف، لومباتي. فخصك تبين له إنك أنت أو أنت دايما معاه وعندك واحد الدعم غير مشروط. ما بين القيم الأساسية في الكوبل هي الاحترام المتبادل، لو ريسبي ميتوال. باش تبني علاقة ناجحة فكاين واحد القيم اخرين اللي خصك تدخلهم، لازم تدخلهم في العلاقة ديالك، اللي هما الصراحة والصدق، الحياة الجنسية، التضامن والدعم، المشاعر والاهتمامات المشاركة، وأيضا التواصل. وتجي قيم أخرى اللي هي مهمة وتتجنبوها الناس بزاف، الضحك، التعاطف، الشغف. توفر الوقت للشريك ديالك. باش نخليو هذا الحب متوازي مع الزمن لازم خصك توفر له أخلاق وقيم، حل ولاء، الصداقة، الصدق، الصراحة، التضامن، الدعم والتواصل. هذه القيم كاملة اللي تخلينا نحسو بالأمان والدفء داخل الحياة الزوجية، فهي مهمة بزاف. فالثقة هي جوهرة ما عندها ثمن، هي اللي تخلي العلاقات الحب في الأمان ودائمة. Build together.